تعد مديرية الرمة واحدة من أجمل المديريات في اليمن، فهي تمتاز بقعتها الخضراء وجمالها البراق وشلالاتها الطبيعية، والتي دائما ما تكون محط أنظار السياح ومحبي الطبيعة بشكل عام. تتواجد في مديرية الرمة العديد من المواقع السياحية الطبيعية التي تنفرد بتفاصيل جمالها، وأهم مواقعها السياحية شلال المهذور. تتجاوز المسافة الطولية للشلال قرابة 10 أمتار،